أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن تاريخنا يشهد بأن الأيادي البحرينية ماهرة وجديرة في البناء والإنتاجية وما زالت، ويجب الاستمرار في دعمها بالتدريب وتمكين القطاع الخاص من توظيفها والاستمرار في تأسيس بيئة العمل المناسبة لها. وأشار سموه إلى أهمية زيادة الإنتاجية والكفاءة لما لها من دور في تحسين دخل الفرد والمجتمع، والحرص على خلق البرنامج أو البرامج التي تدفع باتجاه تعزيز ذلك وتحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتوفير البرامج التدريبية عالية المستوى لها، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أهمية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الداعمة لعجلة التنمية من خلال تهيئة البيئة المعززة لمسارات النمو والازدهار المنشودة لمملكة البحرين، لافتا سموه إلى ما يطلع به صندوق العمل تمكين من جهود كبيرة من خلال ما يوفره من برامج داعمة للمؤسسات والأفراد، والتي تعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الصخير اليوم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث أعرب سموه عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي يقوم بها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد من أجل تحقيق التطلعات والأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق العمل، وشكره لكافة أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي تمكين على جهودهم وحرصهم على تعزيز مسارات عمل هذا الصندوق بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وخلال اللقاء استعرض سموه ما تم من عمل دؤوب من قبل تمكين، حيث أشاد سموه بما تم إنجازه حتى اليوم من منجزات لصالح المواطنين، والذي يدل على الحرص والاهتمام بأن يكون المواطن دائما في قلب التنمية، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة التي تسهم في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، مشيرا سموه إلى أن المواطن هو أساس لكافة مسارات التنمية، ونحرص على تمكينه وخلق الفرص النوعية أمامه من خلال المبادرات والبرامج والخطط التي يتم العمل عليها. من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبدي سموه من حرص واهتمام بدعم مسارات عمل الصندوق الهادفة لتطوير الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في كافة المجالات، مؤكدا سموه مواصلة العمل على توفير البيئة الملائمة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية وخلق المزيد من الفرص أمامهم وتعزيز دورهم في سوق العمل بما يحقق الأهداف المرجوة.